النهائية، جولة الانطلاقات الأخيرة إلى المنصة الرئيسية، المقصورة الرئيسية، أيضا تقف مرحبة بهذه الشعارات هنا مع المركز الأول إيتاتي مياسة لسعادة صالح، أيضا بن محمد بن نصرة العامري سلام الشعيبة سلام، سلام إلى زاخر سلام، سلام إلى أهالي الساد على هذا الفوز والانتصار، سلام إلى سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، سلام إلى مبارك بن محمد بن نصر العامري، مشكور يا جابر، مشكور يا جابر، يا بن صالح يا بن محمد يا بن نصر يا العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مديار عبد الله بن يافور المصوري، المركز الثالث وصلت فيه مشاهدي الاعزاء تحديات ودخول بالمركز الثالث كان ايضا ما بين عطوه، وهنا ننتظر ايضا المركز الثالث بالفعل وصلت فيه عطوه حمد بن محمد العفصان المصوري. مشاهدينا الكرام لصالح بن سعيد بن علي المنصوري النايف والعين، العين والنايف، ولكن العين تنطلق، العين تغير، العين الى مقدمة الشوط، المنصوري مع الانتصار سيطر مع البداية. المركز الثاني مشاهدينا الكرام النايف ومتعب ايضا قادمة، تعود الملكية لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، ولكن العين 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 اسعد الله صباحك يا المنصوري على هذا الفوز، مشكور يا بن عفصان عامر بن عفصان المنصوري، اسعد الله صباحك على هذا الفوز والناموس والانتصار، لحظة وصول العين الى خط النهاية، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لصالح بن سعيد بن علي المنصوري. وفي رصيدها مشاهدينا الكرام ثمان سيارات بالفعل ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت اللي مشاهدينا الكرام النايف خليل بن محمد بن زايد الخيلي. مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن عودتنا الى المقدمه الى الانطلاق الاخير، جوله التحديات، جوله الاوامر، بالنهيان بالنهيان غادر غادر نحو ذلك الناموس والفوز والانتصار. باي باي للمشاركين، ينطلق يماش حمد بن سالم الحمد بالنهيان العامري العامري بالنهيان، يقدم هذه العروض المميزه على صدارة الشوط في اول اشواط الزمول المحليات الاصايل، تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالكي لمالكي يماش حمد بن سالم بن حمد بن نهيان العامري، تهانينا والناموس لحظات وصوله الى خط النهايه، بينما المركز الثاني وصل الزعيم سعيد الخليفي بن زهره الخياري، وثالثا جميل صغار بن منصور بن غانم الخياري. ما شاء الله تبارك الرحمن على منصب على منصب على منصب، يا حي السبوق يا حيها يا حي اللي يصبر على جار العصا، يا حي وصله للذيب، الذيب مع المزروعي، الذيب مع المزروعي، الله الله منصب والذيب، الذيب ومنصب، اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة، الذيب ومنصب، منصب والذيب، الذيب تسلل، الذيب تسلل، محمد بن سالم بن حامد المزروعي، سلام 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 عليك يا راعي الذيب، هذا الفوز وهذا الانتصار، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصل منصب، من قدم هنا الاداء الكبير على المركز الثاني. هناك
اشعارات قادمه، ولكن هنا بدينا نقترب وبدينا نقترب من السلامات للفلاحي، وهذا هو هذا هو الفلاحي يتابعها متابعه شيقه ومتابعه جميله، صعايب وصعايب. وناصر بن سعيد من محسن الفلاحي اجمل تحيه، سلام للوثبه، سلام سلام للوثبه، سلام. هنا مشاهدينا هنا تحط الرحال امام المنصه الرئيسيه لتكون حاضره بكل معنى الكلمه وباداء جميل، سلام للفلاحي، سلام وسلام لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، وتحيه لسعيد بن محسن الفلاحي ايضا على هذا الانجاز الجميل هنا في الوثبه، والتحيه تتواصل لكل العشاق والمحبين، سلام. وهذا هو ساعات الوصول مع صعايب لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي المركز الثاني. هناك ايضا وصلت الوسميه لسعيد بن سعيد بن حمد بن سعيد العرياني. الاوامر الاخيره، ولكن ارى الوصول من براقه، وصلت براقه مشاهدينا الكرام، تعود الملكيه حمد بن سعيد بن محمد بن نعيف العامري، ولكن نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوط مع المركز الاول، زلزله يا زلزله، ما شاء الله وتبارك الله تعالى على هذا الفوز والابداع. هنا مشاهدينا الكرام الف هيدان راعي كفو بالفعل مشكور، قدم لنا كفو بيوم من الامس، يقدم لنا زلزله. المركز الثاني اليافل، اليافل عمير بن سعيد بن قنزول الشامسي نسبه مع المركز الثالث بيت بن علي بن نسرب العامري، ولكن زلزله غادرت بالناموس وبالفوز وبالانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمحمد بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري مشكور. راح كفو قدم لنا كفو بالامس، يقدم لنا زلزله في هذا اليوم المركز الثاني. يعني الياف الامير بن سعيد بن قنزول الشامس المركز. مراكز، ولكن الصداره المقدمه لا زالت البيان، البيان البيان على المركز الاول، يقدم لنا البيان هنالك الخيالي مبارك بن محمد بن مبارك الحيالي، والمركز الثاني شواهين لسيد عاطر بن محمد بن خلفان الهامية، توزع على ثاني التحديات وثالثا بن يزرب، ولكن البيان البيان ومنطقة الخيل الامتار الاخيرة بن يزرب، بن يزرب قادم الدائمة محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، ولكن البيان البيان اللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة والخطيرة بن يزرب الخيالي، ولكن خط النهايه. تهانينا والناموس لمالك البيان مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي. المركز الثاني وصلت الدائمه محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، وثالثا وصلت سرابه قرشوم بن صالح بن قرشوم العامري. المزروعي مع شايم روح يلجحها في روحه، ولكن بالضابط ما زال هو الثابت. يا سلامي عليك يا اليحافي، شايم 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 سعيد بن احمد بن حمد المزروعي مشكور، يا علي يا بن حمد يا اليحافي يا راعي العورة، سلام شايم سلام، سلامي على سعيد بن احمد بن حمد المزروعي. هذا الفوز وهذا الانتصار للمركز الثاني، وصل على المركز الثاني. هنا شعار بالضابط من قدم الاداء الكبير شاهين محمد بن عبد الله بن محمد الضابط الدوسري، وثالثا وصل على المركز الثالث سلطان عبد الله بن حمد بن بهيان. صخر بالفعل، دير البال دير البال من مغامر، وصل مغامر، وصل راع النواميس وصل، ولكن صخر 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 ومغامر.
صخر صخر سلطان بن لافي بن حبيب الحسين الشمري دير البال من مغامر مغامر مشاهدينا الكرام والقادم مشاهدينا الكرام هنا الشامخ علي بن سالم بن مبارك المنصوري ولكن صخر صخر ومغامر مغامر وصخر صخر مغامر 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 وصخر صخر صخر ومغامر مغامر 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 مشكور يا تركي بن عوض الله الصوات على هذا الفوز هو الناموس المركز الثاني صخر سلطان بالله بن حبيب الشمل المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام الحذر اكبر قال ابراهيم منصور خذت المركز الخامس خذت المركز الرابع خذت المركز الثالث تدخلت في الصراع القوي تدخلت التحدي المثير مختار محمد بغانم من حموده الظاهري ولكن من قشمان راعي مصيحة يقدم النجومية الكبيرة من خلال هذا الأداء الله على الصدارة الأولى هبلولة لتعيب بن محمد المصبح الشامسي يسير مع السلالة الهبلولية سلام العين سلام سلام عيناوي سلام على هذا الفوز والانتصار تهانينا لتعيب بن محمد المصبح الشامسي على فوز هبلولة بالمركز الأول هذه مشاهدين الأعزاء اللي ذكرتكم بها في الكيلو الأول تأتي في الكيلو الأخير لتهدي السلامات عيناوية عيناوية بالفعل المركز الثاني شوهي سالم سويد من قشمان المنصوري المركز الثالث وصلت سلهوده لمبارك بالترجوم بن صالح العامل متر ما تبقى المركز الثاني الظبي لاحمد بن مبارك احمد محمد بن مبارك بالاور الله ولكن سمحة سلامي عليك يا سمحة سمحة في شكلها سمحة في ادائها سمحة الاسم الاسم المفضل يا ابو سهيل الاسم المفضل يا ابو سهيل بالفعل راي سمحة سماها على الناقة الاولية اللي صالت وجالت راية المرباط الاول ما شاء الله وتبارك الرحمن هنيا لك يا ابو سهيل هنيا هنيا للانتاج بعد سلام 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 لرغش بن طبازة بن الدود العامري سلام لمبارك والسلام يا ابو سهيل والسلام وسلام للهير والتحيه بسلام انتاج وسلام فوز وكلها يستاهلها رغش بن طبازة بن الدود العامري المركز الثاني مشاهدينا وصلت سفر بن سالم بن عوض نعم التيبي كبيرة راعي هداد سلالة الوسمي مع هنا مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري حافظ 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 يا راعي مزيون حافظ على مزيون وامهات مزيون وسلالة الوسمي سلالة تعرف دروب الرموز جيدا تعرف دروب النواميس جيدا مزيون 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 محمد بن راشد بن غالب المنصوري مع مزيون مشكور على هذا الفوز مشكور على هذا الأداء الكبير سلام سلام يا النهضة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار هنا مع مزيون وشعار محمد بن راشد بن غالب المنصوري بينما المركز الثاني وصل هنا في هذه اللحظات شاهين خالد بن عمير بن التتمي بينما ثالثا وصل سلهود سعيد بن العثم الخزع العامي صغير بو خرايط العامري وثالثا وصل الذيب خليفه بن محمد بن زاهره الاخيالي اللحظات الاخيره جوله الاوامر جوله التحديات هو بران بن يصل جابر بن سلطان بن راشد الخيالي ما شاء الله تبارك الرحمن الوصول المثير هنا ولكن المقدمه الصداره مطفي الترس وهنالك شاهين وبران
بران وبران، الامتار الاخيره، الامتار المجنونه، وبران وشاهين مصبح من سعيد بن سالم الرميثي، وهنالك وبران جابر بن سلطان بن راشد الخيالي. يا سلام، الامتار الاخيره، الناموس اليمن، الفوز والانتصار، ولكن شاهين مصبح من سعيد بن سالم الرميثي. تهانينا تهانينا، والناموس المركز الثاني وصل وبران على ثاني التحديات، جابر بن سلطان بن راشد الخيالي.